اليوم نحن في هاي النسخة العاشرة للمنتدى منتدى الاتصال الحكومي، وهناك كثير من الأشياء المطروحة المفيدة لنا، سواء كانت وسائل إعلام أو مؤسسات ذات يعني لا علاقة بالاتصال الحكومي، وكلها تصب في مصلحة نهاية مصلحة الجمهور. وطبعا هناك دروس مستفادة كانت خلال الفترة الماضية من خلال يعني هذه الأزمة، استفدنا منها من ناحية إيجابية، وكذلك هناك أشياء سلبية راح نشوفها من خلال الجلسات المختلفة، كيف نستطيع أن نعمل مع بعض في المستقبل، كيف راح يكون شكل الإعلام في المستقبل. فإن شاء الله يعني راح يكون هناك كثير من الأشياء اللي المميزة. نحن اليوم في وكالة أنباء الإمارات حرصنا أن نكون موجودين ونطرح بعض ورش العمل المفيدة للزائرين لهذه يعني لهذا المنتدى، ومن خلالها أيضا نحاول أن نساهم بشكل مباشر في تنمية وتقوية النقاط المستفادة من المنتدى. وإن شاء الله نتمنى السنة القادمة أيضا أن تكون أحداث مثل ما هي مميزة السنة، وتكون مميزة أكثر في السنة القادمة.